أهلا بكم أعزائي طلبة وطلبات التعليم الفني، ومع حلقة جديدة في بيتنا مدرسة، وهنكمل رحلتنا مع قسم الملابس الجاهزة في إزاي نقدر نختار مشروع ونقدر ننفذه ويكون المشروع ده مناسب ليا، أو إن أنا هحدد إن أنا هشتغل في وظيفة في مصنع وأشوف إيه هي قدراتي وإيه هي مهاراتي في الوظيفة اللي أنا هقدر أشتغل فيها. احنا في الحلقات اللي فاتت اتكلمنا عن الموضة، وكلمنا عن تاريخ الأزياء وتاريخ الموضة، اتكلمنا عن مصمم الأزياء الناجح وازاي اكون مصمم أزياء ناجح، اتكلمنا عن العينة وازاي اعمل عينة وخطوات العينة ايه، وازاي العينة دي تبقى ناجحة، وايه الفئة العمرية اللي ممكن هشتغل عليها واعمل ليها المنتج، وايه ممكن اعمله لو انا عايزة اعمل مشروع جديد او بفكرة جديدة، ايه هي الفئات اللي موجودة في السوق ونقول عليها فئات خاصة ممكن اعمل لها منتج، والمنتج ده يكون مش موسمي، يكون مستمر طول السنة، لان الفئات دي ما بتلاقيش اللي هي الملابس المناسبة ليها. واتكلمنا عن ازاي نعمل عملية التشريح، وازاي نشرح الجسم الانسان ونطلع الجزء اللي فيه العيب، وازاي اعمل التصميم للملبس بحيث ان هو يطلع المنتج يخفي بعض العيوب الموجودة في الجسم ما يظهرهاش، وهي انواع الاقمشة اللي احنا نقدر نستخدمها لايه، لاخفاء العيوب دي. النهاردة هناخد مع بعض ايه هي التصميم، ادوات التصميم، وايه هي اسس التصميم اللي انا ممكن بناء عليها احدد انا هعمل لنوعية الناس الفئات الخاصة ازاي الاقمشة، يعني ايه هي اللي الادوات اللي بتساعدني عشان اقدر احدد الفئة العمرية او الفئة حسب الجسم، حسب شكل الجسم اقدر اعمل له التصميم بتاعه. تعالوا نشوف مع بعض كده. النهاردة هنتكلم عن خطوات التصميم. خطوات التصميم، احنا قلنا اول حاجة طبعا ان انا بعمل ايه اللي هو ايه التعاطف، ان انا بتعاطف مع المشكلة وابدأ ايه احلها. يعني انا مشكلة انا لمساها، ممكن تكون المشكلة دي عند حد عندي في العيلة، ممكن عند حد من صحابي، عند حد من جيراني، فانا المشكلة دي قابلتهم، فانا بحاول ان انا بتعاطف مع المشكلة عشان اقدر احل المشكلة. لو انا ما عنديش احساس بالمشكلة او شعور بالمشكلة مش هعرف احلها، فده المهم جدا ان انا احل، ابقى ايه احس بالمشكلة، لامس المشكلة عشان اقدر ايه احلها. طبعا التعرف طبعا على المستهدف، ايه مين المستهدف من المشكلة دي عشان اقدر احلها ليه. خلق الفكرة، ببدأ عن طريق الوسائل المتعددة اللي قدامي بعمل حاجة اسمها خلق ايه للفكرة، يعني الفكرة بتاعتي دي ايه، ببدأ اعمل ايه، اعمل ارسمها احطها على ورق او ان انا ايه اكتبها. فطبعا احنا بالنسبة لنا كتصميم ببدأ احطها على ايه، على الورق، ان انا اطلع الفكرة بتاعتي من خلال التصميمات المتعددة اللي انا بحطها. بعد كده النموذج الاولي، وده قلنا ان احنا بنعمل ايه اللي هي العينة بتاعت المنتج، ان انا بعد ما عملت التصميم بعمل العينة بتاعت التصميم، اللي انا بشوف هل مواصفات العينة مطابقة للتصميم ولا لا، اللي احنا قلنا عليها ايه اللي هي الخامة، التصميم الاول، الخامة، البطرون، خطوط الانتاج، الكي، التغليف، التعبئة، كل ده انا بعمله ايه، بعمل اختبار ايه، دي ده النموذج الاول. بعمل بعد كده اختبار للعينة، ان انا بقى ايه بعمل بشوف الفئة اللي انا عاملة لها الملبس ده بقيسها عليه، هل هي فعلا مناسبة، هل اخفت العيب اللي انا شايفاه، هل اللون مناسب ليهم، هل تجنبت كل ما هو ممكن يظهر العيوب دي ولا لا. بعد كده بقى ايه، يبقى انا بعد الاختبار بتاع المنتج النهائي ببقى من خلال الاختبار ده اقدر اقول ان انا التصميم بتاعي نجح او التصميم بتاعي ايه لا فشل، او ان انا محتاجة اعمل اعادة تاني للتصميم عشان اعمل ايه لمنتج تاني، اعمل عينة جديدة ابدأ اشوف ايه هقدر اعالج منها الايه العيب ده ولا لا. في الحالة دي انا لما باجي اعمل المنتج
في حاجة اسمها، في حاجة اسمها منتج بدائي، في منتج ايه نهائي. المنتج البدائي مش شرط يكون المنتج اللي انا عملته ده يبقى هو المنتج النهائي، لا، ممكن يكون منتج بدائي ما دام هعمل عادة ليه تاني تنفيذ عشان اعالج العيب، يبقى ده هيبقى المنتج ايه البدائي. المنتج النهائي اللي انا هو اللي ايه نزل، هو مواصفاته مظبوطة، كل حاجة فيه مظبوطة، فببدأ انزله ايه السوق بتاعي واقول ايه ده المنتج النهائي، إيه مواصفاته كلها جيدة، مناسب للمواصفات، مناسب للتصميم، إيه ما فيهوش اي اخطاء، ما فيهوش اي عيوب. طب نيجي بقى نشوف ايه هي مبادئ واسس التصميم. يعني ايه مبادئ واسس التصميم؟ اسس التصميم دي يعني انا بحط اسس وقواعد همشي عليها عشان اعمل التصميم بتاعي. اول حاجه الانسجام، يعني انسجام القصه مع اللون مع النقشه مع خطوط الخياطه، يبقى في انسجام في التصميم. الاتساق، يكون في اتساق في التصميم بتاعي. في نظام في التصميم، يكونش فيه نعكشه، حس ان هو ايه ملخبط كده مش مظبوط. السمه، سمة التصميم بتاعي، النمط اللي هيمشي عليه، الاسلوب، اسلوب التصميم هيبقى شكله ايه. نيجي هنا بقى نشوف ايه التحكم او السيطره، في تحكم وسيطره في التصميم ولا لا، في ترابط وتكامل في التصميم ولا لا، في اتزان، وفي اتزان في التصميم، اتزان في الالوان، اتزان في احنا لما بنيجي نرسم رسمه عشان برضو نبقى عارفين، في حاجه اسمها ايه توازن، انا بعمل توازن بين اللون وبين التصميم، ما احسش ان التصميم بتاعي في اختلاف ايه، ما فيش توازن بين التصميمين، لازم يبقى فيه توازن، في ترابط بين ايه بين التصميم وبين اللون. طبعا التردد او الايقاع، ان انا بحس ان الايه التصميم بتاعي ده احس ان هو ايه لما باجي بيتنفذ كده كموديل ومنتج كده قدامي كده، احس ان هو في لغه، في موسيقى، في نغم، في بيتكلم لوحده. يعني في تصميمات كده لما تشوفها تحس ان هي ايه، لا دي ده دي فيها تكه كده ابداعيه، ابتكار جميل جدا. طبعا النسبه، النسبه دي لازم اراعي اللي هو النسبه والتناسب بين التصميم وبعضه، يعني التصميم يكون مناسب للجسم، ما كنتش عامله تصميم غير مناسب للجسم، التصميم يكون مناسب للون، لازم اراعي المقاسات في التصميم بتاعي، ده مهم قوي. طبعا عناصر التصميم اللي احنا اللي هي اساسيه، احنا في عناصر اساسيه بنمشي عليها في التصميم، اللي هي ايه بقى، الخط، الشكل، اللون، الخامه، الاتزان، دول عناصر اساسيه اللي بمشي عليها في التصميم، الخط، الشكل، اللون، الخامه، الاتزان. طبعا الخطوط اللي احنا قلنا عنها، الخطوط، الخط ده الخط هو الاساس في التصميم، وطبعا الخط اللي انا بمشي على خطوط الموضه الموجوده ايه في 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 السنه دي، او السنة او الخط اللي انا همشي عليه في خط الموضه، سواء خط مستقيم، خطوط الكلاسيك او الكاجوال او ايه الخطوط البسيطه، الخطوط المستقيمه. الشكل طبعا شكل التصميم نفسه، سواء إيه احنا قلنا في اشكال للتصميم، يا اما بيبقى شكله على شكل خطوط مستقيمه او خطوط منحنيه، او على الشكل الهرمي المقلوب او المعدول، او الشكل اللي هو على حرف اكس. طبعا اللون، انا براعي اللون في التصميم، لان اللون هو اللي بيظهر التصميم، يعني ما ينفعش اعمل قصه برنسيس في قماش منقوش، ممكن ادخل منقوش مع سادة عشان تبان القصه برنسيس. ما ينفعش اعمل دانتيل وادخل معاه قماش منقوش، هيبقى شكله غريب جدا، الدانتيل مش هيبان، يبقى لازم الدانتيل ده يبقى مع قماش ايه ساده، او اعمل يبقى فيه نقط صغيره، يعني منقط، او في نقشه بسيطه جدا، ما تبقاش النقشه مع الدانتيل او الركامه اللي هركبها، حس ان الدنيا فيها هيصه. طبعا الخامه ده مهم جدا، لان نوع الخامه هو اللي بيحدد لي جوده التصميم وجوده المنتج. طبعا الاتزان، وده مهم اللي احنا بنقول عليه، يبقى فيه اتزان بين التصميم وبين اللون وبين الجسم اللي هيتعمل له التصميم.
طبعا الخط في التصميم هو عبارة عن حدود الأشياء، فيتصف شكل الجسم. من مميزات الأزياء المبتكرة أن تكون خطوطها مترابطة منسجمة ولائم بعضها البعض، وهذا من إيه؟ من مميزات الأزياء المبتكرة. يعني لازم تكون الخطوط بتاعة الإيه؟ التصميم مناسبة لبعضها، علشان لما يطلع التصميم كمنتج يبقى المنتج احس ان هو متوازن مع بعضه في خطوطه، مش في حاجات غلط. زي مثلا ما لقيش ان حدة الرقبة غير مناسبة مع التصميم، حدة الإبط غير مناسبة مع التصميم، فيها كوبري فيها صغر، لا انا عايزة الخطوط كلها تبقى ايه؟ متناسبة مع بعضها. طبعا احنا بنقول على الخطوط هي عبارة عن حدود الاشياء التي تصف شكل الجسم الذي نراه. يعني دايما الخط هو اللي هو بيحيط الجسم. طبعا الخط بتاعي ده انا عندي فيه في الجسم خطوط مايلة منحنية، في دورانات، في حردات، يبقى انا براعي الخطوط اللي موجودة في الجسم دي تطلع مظبوطة، لتعطي الاتجاه والحركة كما انها تجزئ المساحات الكبيرة الى مساحات صغيرة، وتعبر عن ميزات وخواص الاشياء. تعريف الخط بقى، تعريف الخط هندسي. انا عندي تعريف الخط، في خط هندسي وخط زخرفي. الخط الهندسي اللي هو الخطوط المستقيمه والمنحنيه والمائله. خط الزخرفي اللي هو بيبقى الخطوط اللي انا بستخدمها في الزخرفه، زي التطريز، زي الطباعه، دي بقول عليها خطوط زخرفيه. يبقى الخطوط الهندسيه هو تحريك نقطه الى نقطه اخرى له طول وليس له عرض. اما الخط الزخرفي هو طول، هو له طول وله سمك تبعا لنوع التصميم والغرض المؤدي هندسيا له. انواع الخط واشكاله. طبعا عندي الخط المستقيم، راسي، افقي، مائل. احنا لو احنا رجعنا للطبيعه بتاعتنا هنقول الخط الراسي اخدنا الاشكال الخط من من الخطوط بتاعت تعامد الأشجار والنخيل. الأفق لو احنا بنقول اللي هو تلاقي الأرض مع السماء في الأفق. الخط المائل طبعا احنا خدناه من ميل أغصان الشجر. الخط المنكسر طبعا من أرجل اللي هي الطيور. الشعاع أخدناه من أشعة الشمس. المنحني زي الحلزون المتموج وقوس دائري زي قوس قزح، زي موج البحر، زي الحلزوني اللي هي عندنا القواقع الحلزونية او اللي هي شكل الدودة. طبعا خط مستقيم بقول هو مجموعة من النقاط تكون خط ليس له بداية وليس له نهاية. طبعا الخطوط بقى في الرسم، انا باجي ارسم في رسم الباترون بيبقى عندي فيه خطوط حقيقية وخطوط بنقول عليها ضمنية. الخطوط الحقيقية اللي هي خطوط الباترون اللي انا هشتغل عليها، اللي انا هما اجي اقص هقص هي دي الخطوط بتاعتي. في خطوط بقى اللي هي بتبقى خطوط اللي هي الوهميه اللي انا بتساعدني لرسم الباترون بتاعي. وفي الخط اللي هو بيبقى زي الخط الفاصل بين باجي اعمل خط فاصل بعمل خط ونقطه. في خطوط برسمها بالايد زي الدورانات والحردات بتاعت الرقبه والحرده الباط. طبعا احنا خدنا انواع الخطوط اللي هو الخط الرأسي. طبعا الخط الرأسي بشوفه فين بقى؟ في المرض والكسرات والقصات الطولية والبرنسس. يبقى انا عندي الخط الرأسي بيبقى موجود فين في التصميم؟ بيبقى موجود في المرض، في الكسرات، في القصات الطولية، في البرنسس. طبعا الخط الافقي طبعا في شكل فتحة الرقبة، اذا كنت هاخد شكل الرقبة بتاعتي على على شكل برنسيسة. ماشي. الخط المائل طبعا في في المرض المائل او في خط الكتف وفي الكروازيه وشكل الرقبة اللي هي على حرف في. الخطوط المنحنية طبعا بتظهر في شكل الكرانيش والجيوب وزخارف الاقمشة. نيجي بقى حاجة بقى مهمة قوي اللي هي الخداع البصري. وطبعا الخداع البصري ده انا بعمله زي ما قلنا كده البعض الاجسام اللي بيبقى فيها عيوب. انا بعمل التصميم وبختار القماشة اللي هي وبختار الديزاين
والخامة، بحيث ان انا اخفي العيب اللي موجود داخل الجسم، بحيث ان هو ما يظهرش والايه والشخص ده لابسه. يبقى انا بعمل من خلاله ده ايه، بعمل حاجة اسمها خداع بصري، ان هو لما يشوف المنتج على الشخص ينبهر بجماله وبشكله وبقصاته، مش هياخد باله ان انا خافيه العيب اللي كان موجود في جسمه قبل كده. يعني لو هو شخص بيشوفه على طول هيبقى عارف ان جسمه فيه عيب، لا انا بعمل خداع بصري بحيث ان لو اي شخص شافه مش هيشوف العيب اللي موجود في الجسم. طبعا الخداع البصري بيقول بيعتمد على الايحاء بالحركه او العمق او الاثنين معا، عن طريق المزاوجه بين الخطوط والالوان الاقرب الى التصميم الهندسي. يعني انا بعمل الخطوط بتاعه الباترون او خطوط التصميم مع اللون، بخفي من خلاله، بعمل من خلالهم خداع بصري. يعني في بعض الايه، في ممكن اعمل التصميم واختار الخامه اللي تداري على العيب ده بالايه، باللون، بالنقشه، بالخطوط اللي انا ايه هحطها جوه التصميم، بحيث ان انا اعمل ايه، اعمل خداع بصري اخفي بيه العيب اللي موجود جوه الجسم. طبعا احنا بنقول الخطوط لها القدره على احداث الخداع البصري وتحقيق الشعور بالحركه التي تقيد العين في اتجاه متعدد. يعني انا بخلي العين تروح لايه، لاتجاه تاني مختلف، ما خلاش تروح للايه، للعيب. يعني بحرك العين، بعمل ايه زي ايه، لفت نظر، بلفت نظر العين في حاجه غير الحاجه التانية اللي انا ايه عايزاها تبص لها. فدي بعمل ايه، بعمل انجذاب للعين ان هي ايه، اول ما تبص على الجزء اللي انا عايزاها تبص عليه، ما تبصش على اي حاجه تانية، تبص على التصميم، تبص على الديزاين، تبص على اللون، تبص على الشكل، تبص مثلا على القصات اللي انا عاملاها. يبقى انا خدت العين في ايه، في اتجاه معين، جذبتها في اتجاه معين، بحيث ان العين ايه كده مش هتشوف اي عيب في الجسم، الا ايه اللي هتشوف ايه، اجمل ما في ايه، في الموديل اللي انا عاملاه. تمام. الشكل بقى، طبعا يقصد بالشكل هو الهيكل الخارجي للشيء او الخط الذي يحدد ايه الجسم. اللون طبعا احنا بنقول ان هو احد العناصر الهامه في ايه، في التصميم، لان هو اللون هو الاساس اللي بيظهر على ايه، ليا التصميم والمنتج. يعني اختيار اللون هو الاساس في اختيار في نجاح التصميم ونجاح المنتج. المصمم الناجح له القدره على التعامل مع الالوان ومدلولاتها، ويراعي ملائمه اللون للطقس والحاله المزاجيه للافراد، ما يناسب الشاب والايه، الشباب والحيويه والايه والوقار. طبعا انا اللون ده بيبقى فيه الوان مبهجه، يعني لما تشوفها كده الالوان دي زاهيه، بترفع من النفسيه بتاعت ايه، بتاعت الافراد. فاحنا دايما بنقول ان الالوان الفاتحه بتدي احساس بالايه، بالامل، بالتفاؤل، بالطموح، بالرغبه في الحياه. ببعد دايما عن الالوان الغامقه، الالوان الغامقه بتميل للايه، للاكتئاب. فاحنا مش عايزين الافراد ايه يجي لها اكتئاب، لا احنا عايزين الافراد دايما يبقى عندهم ايه، النفسيه ايه، مرتفعه دائما. فبالتالي ان اختيار اللون للافراد وخصوصا السن اللي انا بعمل له اللون ده هيدي ايه، هيشعر بالحيويه والوقار. وفي الوان بقى هناخدها بعد كده، ايه هي الالوان بقى اللي ايه كل لون ميزته ايه، بيلفت النظر لايه، وايه هي مدلولات كل لون. طب بقول اللون هو ناتج انفعال العين وما يتصل بها من اعصاب، وهو نتيجه تحليل الضوء. يعني انا لما بشوف اللون ده، ممكن اللون ده مثلا في الاضاءه بيعمل لي زغلله زي الالوان الفسفوريه. فالالوان الفسفوريه ما تتلبسش الصبح في الشمس، بتدي زغلله للعين وتحجب ايه الاضاءه. في لون ايه، في يبقى دايما بدور على الالوان ايه اللي هي الهاديه، اللي هي ما تحجبش الاضاءه على ايه، عن العين. فعندما تسقط الاشعه فوق جسم ما فانها تسلك احد الطرق الثلاثه الاتيه. ايه هي الطرق بقى؟ ان تنعكس كلها مثل اللون الابيض. يعني اللون الابيض بيعكس ايه، بيعكس اللون. عشان كده بقول ايه، ان احنا لما بنلبس الوان فاتحه في الشتاء في الصيف، ف
فبعكس أشعة الشمس، فبالتالي ما بحسش بالحر. لكن في الصيف باجي في الشتاء بلبس ايه، ألوان غامقة عشان تجذب أشعة الشمس، فبحس أشعر ايه بالدفء. أنت امتص كلها مثل اللون الأسود، يعني اللون الأسود قلنا بيمتص أشعة الشمس، عشان كده بإيه بيبقى معظم اللبس في الشتاء بيبقى ألوان إيه غامقة، زي البني الكحلي الأسود، دي الألوان الغامقة اللي إيه بتجذب أشعة الشمس أو بتمتص الضوء، فبإيه فبشعر بإيه بالدفء. أن تحدث الظاهرتان معا فينعكس جزء آخر، يعني ممكن ألبس لون فاتح مع لون غامق، فإيه بينعكس الضوء إيه فبيديني ايه جزء فاتح وجزء، يعني ايه بيديني نص الجزء، ما بشوفش ايه، مش بشوف ايه نص نص، ما بشوفش ايه كلي. تأثير اللون في التصميم، ايه هو بقى تأثير اللون في التصميم؟ اختيار الألوان وتنظيمها وترتيبها، مساحة اللون وتأثيراتها، استخدام الخامة وتناسبها مع اللون والتصميم. مقياس الرسم، طبعا ده اهم حاجه عندي في براعي في التصميم وفي رسم البطرون. انا لما باجي اعمل التصميم بختار المقاسات اللي انا هعمل ليها التصميم ده، فببدا اعمل ايه مقياس الرسم اللي هي المقاسات اللي انا اخترتها لعمل التصميم ده، وبراعي مقياس الرسم بحيث ان التصميم ده ما يتعملش المقاسات مختلفه عن اللي انا مختارها. فبقول المقياس الرسم هو ايه، هو هي العلاقه بين المسافه بين اي بعدين على الرسم الى المسافه الحقيقيه على الطبيعه، حيث يجب نقل الابعاد على ايه الورق، ان انا بنقل ابعاد الجسم اللي هي المقاسات اللي عندي بتاعه الجسم بنقلها على الورق وابدا ارسم ايه ارسم بتاعي على الورق. يعني انا التصميم بتاعي اخترت المقاسات بتاعتي، المقاسات بتاعتي ده ببدا اعمل الابعاد بتاعه الباترون على الورق وراعي المقاسات اللي انا ايه مختارها، لا بزود عليها ولا بنقص ايه عليها. النسبة والتناسب، احنا قلنا النسبة والتناسب دي مهمة قوي، لان انا لازم اراعي النسبة والتناسب في المقاسات وفي اللون وفي التصميم. بقول هي عبارة عن العلاقة بين ابعاد جزء معين من العمل الفني وبين باقي الاجزاء، وتعتبر من اهم صفات التكوينات الطبيعية، فنراها واضحة في كثير من ايه من الاشياء. يبقى انا لازم اراعي النسبة والتناسب في التصميم واللون والمقاسات بتاعتي في عشان اقدر اطلع منتج نهائي جيد. كده احنا اخدنا ايه، اخدنا الجزء بتاع التصميم واخدنا عناصر التصميم والاسس بتاعه التصميم. طب انا اخدت كل ده ليه بقى؟ ما احنا شرحنا الاسبوع اللي فات الايه الحلقه اللي فاتت اخدنا ايه، اخدنا العينات والعينه بتطلع ازاي. طب انا دلوقتي هعمل لأنهي فئة بقى؟ أنا هبدأ أحدد الفئات اللي أنا هشتغل عليه، أو أحدد التصميم اللي أنا هشتغل عليه، نوع التصميم. فلازم أكون إيه؟ أكون عارف الخطأ، إيه هي اللي بيساعدني في التصميم ده قبل ما أبدأ إيه؟ أشتغل على الفئة اللي هشتغل عليه. هنا بقول إيه؟ لاختيار تصميم الفستان المناسب يتبع مواصفات إيه؟ المرأة. لازم عشان اعمل تصميم الفستان لازم اشوف المواصفات السيده اللي انا اعمل لها الفستان ايه. اول حاجه احنا عندنا ست انواع من التصميمات او اشكال المراه، عندي المراه القصيره النحيفه، عندي المراه الطويله النحيفه، عندي القصيره الممتلئه، وعندي صغيره الحجم، وعندي الطويله الممتلئه، وعندي متوسطه الطول والحجم. دي لو لاحظنا ايه هي من الستة دول ممكن اختار منهم، طبعا انا هبعد عن التصميم الفتاة متوسطة الطول والحجم لان دي احنا دي موجودة، لكن في الخمسة الاولانيين دي بقى في دي عيوب، دي عيوب موجودة. هل الناس الفئة دي بتلاقي ملابس ليها؟ بصعوبة جدا، بصعوبة جدا. فلازم اعرف كل فئة من دولت انا عشان اعمل لها تصميم هي مطلوب مني ايه كمصمم عشان اعمل لها منتج عشان تلاقيه في السوق. وده مهم قوي ان احنا نركز في الحتة دي. تعالوا نشوفها مع بعض كده. اول حاجة التصميم للفتاة او المرأة القصيرة والنحيفة، نختار التصميمات ذات الخطوط التي بالامتلاء والطول مثلا،
القصات الطويلة زي البرنسيس، المتسعة من أسفل زي الكورانيش، والفالونات على إيه؟ على الصدر. يبقى أنا كده براعي في التصميم بتاعي إن يكون الخطوط بتاعي فيها امتلاء، يعني فيها إيه؟ فيها شغل زي القصات الطويلة البرنسيس، في وسع من أسفل، في كورانيش، في فالونات اللي هي في مثلا اللي هي ممكن اعمل كرافاتة من فوق، ممكن اعمل كورانيش على الصدر. دي ايه؟ بتظهر ان السيدة ما تبقاش ايه، ما تبانش ان هي نحيفة، يعني انا بحاول التصميم بتاعي يبقى فيه امتلاء بحيث ان هي ما تبانش ان هي ايه نحيفة، ما تظهرش عيوبها. في نفس الوقت ان القصات البرنسيس بتدي طول، فبالتالي ان هي مش هتبان ان هي ايه قصيرة. يبقى انا كده عالجت عيبين فيها، العيب ان هي قصيرة والعيب ان هي ايه نحيف. طبعا بيقولك يمكن اضافة حزام رفيع، يعني ما احطش حزام تخين قوي يبين ان وسطها رفيع وان هي ما فيش وسط اصلا، لا بحط حزام رفيع جدا يتماشى مع لون الفستان. الجزء الاسفل يمكن ان يكون به كسرات او قصات باتساع كامل كما يلائم الفستان من لون واحد فيعطي لها طول. يعني انا ممكن بعمل لون واحد عشان يدي ايه طول، مش لازم اعمل لونين. كما يمكن ايه النقوش والكرات، يعني ممكن استخدم ايه لو قماش منقوش او قماش كارو، كارو متوسط مش كارو كبير. وتستعمل الزينة المناسبة ذات الالوان الزاهية، يعني مش هحط فسفوري، لا الوان تكون حلوة زي البامبا اللبني، ممكن الاحمر الهادي اللي هو الاحمر الوردي، دي الالوان اللي ايه الزاهيه. برضو اخد الاصفر بدرجاته زي الاصفر الكناري، بلاش الاصفر الزاعق قوي ده، الاخضر الهادي اللي هو زي مش الاخضر الفسفوري الفائع. يبقى انا كده عملت الايه، عملت الايه للسيده القصيره النحيف. تعالى يعني نشوف التانيه، تصميم الفتاه الطويله النحيفه. طبعا دي برضو بيلاقوا عندهم صعوبه جدا في اختيار الملابس، وما بيلقوش ملابس تناسبهم، واحيانا بيجيبوا بيشتروا اللبس وبيقعدوا يضيقوه عشان يوصل ايه على مقاسهم، فلو في قصه بتتاكل مع التضييق. تبتعد عن التصميمات الضيقه، مش هعمل ضيق، يعني واحده نحيفه مش هعمل لها حاجه ضيقه او ماسكه على الجسم، هتبين رفعها اكتر في الفستان او البلوزات. والاكتاف الضيقه، يعني الكتف بتاعها مش هعمل الكتف يعني يا دوبك على قد الكتف، احاول ايه ان الكتف يبقى كبير شويه، يبقى ساقط بحيث ان انا احط لها ابلوتات، يبقى الابلوتات تعلي الكتف، يبقى ايه يبان ان الكتف بتاعها عريض. وفتحات العنق الطويله مثل الفتحه التي على شكل ايه حرف 7 اللي هي في، لانها تعطي طول ايه اكتر، يعني ما بينش ان رقبتها طويله، يعني ابعد عن ان الرقبه بتاعتها تظهر، انا عايزه حاجه تداري الرقبه. ممكن اعمل اللي هي الهاي اللي هي هاف كولا اللي هي نص الكولا، ممكن اعمل لها كورانيش على الكولا صغيره كده، او دانتيل صغير على الكولا بحيث ان يبان ان ايه ان انا اقفل لها الجزء بتاع الرقبه ده عشان ما تبانش ان الرقبه بتاعتها ايه طويله. ويفضل ارتداء البلوزات ذات الكسرات او الكشكشه الواسعه والاكمام المنتفخه، يعني اعمل لها الكم اللي هو فيه كشكشه دوت، والفستان ذات الجونيلات الواسعه، لانها تعطي احساس بايه باكثر من ايه من قامتها، يعني الحاجه لما بتكون واسعه بتدي ايه قصر في الجزء ده. والاكوال والاحزمه العريضه والجيوب الخارجيه والاقمشه المفضله ذات النقوش الكبيره والكرهات والخطوط العريضه والاقمشه الوبريه، يعني انا ممكن استخدم ايه الكروهات في الملابس دي، النقوش اللي هي الوردات الكبيره، بحيث ان الورد الكبيره بيدي ايه بيملا مساحه القماش المنتج، فبيدي وسع، فبيدي ان هو مليان شويه، يديني شكل ان هي ايه مليانه مش ان هي نحيف. والاقمشه الوبريه طبعا اللي هي ايه الصوف القطيفه، دي هي الاقمشه الوبريه. نيجي بقى للتصميمات للفتاه القصيره الممتلئه، يعني ايه قصيره ومليانه، لازم اراعي بقى فيها كل حاجه بحيث ان هي ما تبانش انها قصيره، ما تبانش ان هي ايه مليانه. اول حاجه بنبتعد عن الاكمام ذات الكشكشه، يعني ما بعملش كم بكشكشه خالص.
والاكوال العريضه، ما بعملش كول عريضه ولا كول زي كول بحاري ولا كول تيير عريضه ولا كول شال عريضه ولا الكلام ده. والفتحات الواسعه ما بعملش اي فتحات في الايه، يعني ببعد عن اي حاجه فيها قصات زي قصات البرنسيس او التوسعات او الكرانيش او كده في القصات العريضه، لان كل هذا يعطيها تضخما، يعني بيزود الضخامه عندها في مظهره. ويفضل ان ترتدي التصميمات الضيقه وذات ايه خطوط طويله. يعني ايه؟ يعني انا ممكن اعمل لها ايه اللي بستخدم، ممكن اعمل قماش اللي هو المقلم، بس المقلم بالطول مش بالعرض، لو بالعرض هيعرضها اكتر، لكن ممكن اعمل لها ايه تقليمات بالطول، تقليمات بالطول تدي طول. طبعا الطويله مش هعمل لها تقليمات بالطول، انا بقول على ايه الممتلئه القصيره، بعمل ممكن اخد ايه القماش المقلم واعمله وافصله لها بالطول مش بالعرض. ويمكن استخدام الاكمام الطويله والقصيره، ويكون طول البلوزه ايه قصير، والفستانه ذات الجنيلات البسيطه ذات الخطوط المستقيمه، وتبتعد عن الجيوب والاحزمه العريضه. يعني ما بحطش حزام عريض، ما بحطش جيوب كتير. والاقمشه المفضله ذات النقوش الصغيره، باخد ايه النقشات الصغيره زي الوردات الصغيره، قماش منقط، ببعد عن الايه عن الوردات الكبيره. والخطوط الطويله والتي لا تحتوي على وبره، والالوان الغامقه نوعا، يعني بحاول اللون بتاعي يبقى غامق، مش غامق قوي ان هو يبقى اسود او كحلي، يبقى اللون غير اغمق، يعني ممكن يبقى بترولي، ممكن يبقى نبيتي، يبقى الوان غامقه. ببعد عن الالوان الفاتحه، الالوان الفاتحه ايه بتزود في الجسم في الامتلاء، لكن الالوان الغامقه ايه بتخلي الجسم باين ان الجسم ايه قليل الحجم. نيجي بقى للتصميم للفتاه صغيره الحجم. الفتاه الصغيره دي بتبقى يعني ايه جسمها في جسم الاطفال، يعني جسم مثلا ايه 15 سنه 12 سنه، في تبقى قصيره، يعني نشوفها يقول عليها ان هي ايه في ثالثه اعدادي، مش عليها ان هي ايه انسه كبيره. في بعض الناس دي ما بتلاقيش لبسهم الا في الاطفال، فدي بيبقى مشكلة عندهم ان هما يعني هي سنها كبير بس هي ايه جسمها صغير، فما بتلاقيش لبسها الا في ايه في مقاسات الاطفال. فدي بتعاني من المشاكل لما بتيجي بقى، دي اكتر واحدة بتعاني لما بتروح تشتري ملابس. طب احنا نعالج مشكلتها ازاي؟ يلائمها بقى ايه الاكمام الصغيرة والجنلات والبلوزات من لون واحد، يعني دايما بعمل ايه لون واحد ما بعملش لونين، او الفستان السادة ذات الجونيلا متوسط الاتساع، وتناسب الأقمشة السادة أو النقوش الرفيعة والمربعات. يعني أنا يا إما مربعات صغيرة يا إما نقوش صغيرة أوي. والأزرار الصغيرة، وتبتعد عن الألوان الغامقة. طبعا أنا مش هلبسها غامق خالص، أنا عايزة ألبسها ألوان فاتحة عشان تبان إن هي سنها كبير وإنها إيه حجمها كبير. نيجي بقى للتصميم للفتاة الطويلة الممتلئة. يناسبها البلوزة الطويلة ذات الأكمام الطويلة المستقيمة، والفستان ذات الجونيلا المتوسط متوسط الاتساع، وتبتعد برضو عن الأكمام القصيرة الواسعة والمركبة بكشكشة، يعني مش هحط لها أكمام بكشكشة لأن هي أصلا مليانة. تبتعد عن الأحزمة العريضة، وتستعمل الرفيعة ومن نفس لون القماش، وتناسبها الأقمشة الكاروهات وذات النقوش المتوسطة، يعني برضو مش هعمل لها وردات كبيرة لأن وردات الكبيرة ايه بتملي الجسم، لكن انا لو هعمل نقشات صغيرة جدا لو ورد صغير او ايه قماش منقط. والقماش المنقط بيمشي مع كل الانواع بتاع يعني كل انواع الجسم. المتوسط الحجم والخطوط المائلة لكي تخفي ضخامتها، يعني انا ايه مش هعمل خطوط طولية، لا هعمل اللي هي الخطوط مايلة. الخطوط المايله بتعمل خداع بصري، ما بتديش شكل الجسم اللي هو ايه ان هو مليان، يعني زي ما بقول بعمل الايه القماش بالورب اللي هو الخطوط المائله لكي تخفي ضخامه جسمها. ويفضل لها الالوان برضو الغامقه، مش هلبسها اسود، هلبس الوان غامقه زي الاخضر البترولي النبيتي الموف الغامق، مش هلبس غامق قوي قوي، يعني درجات الايه اللي هي تبقى غامقه مش فاتحه، لان الالوان الغامقه بتلم الجسم، لكن الالوان الفاتحه بتفرد الجسم فبتبين ايه ان الجسم مليان.
نيجي بقى نشوف بقى ايه المناسبات اللي بتعمل ليها الفساتين. احنا كده عرفنا الفتيات وايه المشاكل اللي بتقابلهم وايه نوعية الجسم اللي ممكن افصله. نيجي نشوف بقى ايه الفساتين. طبعا انا عندي فستان صباح، عندي فستان مساء، عندي فستان سهرة. احنا لما اجي اعمل ديزاين هحدد من خلال انا هعمل انهي تصاميم من ده. لو انا عايز اشتغل في المجال ده، مجال الفساتين او اللبس اللي هيتلبس الصبح، ايه فترة الصبح، لبس الظهر، لبس الايه المساء وايه والسهر. هنيجي بتشوف فستان الصباح. فستان الصباح احنا عارفين هو هيتلبس بالنهار، يا اما السيدة راحة الشغل او هتروح تقضي حاجتها، هتشتري حاجات، هتزور صاحبتها، هتروحي النادي، يبقى في لبس مناسب للصباح. مش هيبقى نفس اللبس اللي هتلبسه مثلا ايه لو هي راح تزور حد من قرايبها. نيجي نشوف ايه ايه هو بقى فستان الصباح. طبعا هو فستان ترددي المرأة والفتاة في مجالات العمل المختلفة، في الشركات والمصانع والمصالح الحكومية والكليات والمعاهد، وفي الأندية والرحلات والذهاب للأسواق، وفي الزيارات السياحية. يعني الفستان ده لازم هو فستان عمل، يبقى لازم يكون مناسب. ممكن الفستان ده يبقى تيير، مش شرط يبقى فستان، ممكن يبقى تيير. يبقى الفستان عبارة عن ايه؟ عبارة عن بلوزة وجيبة. ممكن يبقى جيبة وبلوزة. يبقى انا بصف الفستان على اساس ان هو قطعة كاملة من الكورساج. ممكن يبقى فستان وبنطلون، بلوزة وبنطلون. هو يتطلب البساطة في الاختيار من حيث اللون والتصميم والقماش، ويجب ان يكون مريحا لسهولة الحركة. يعني ده فستان انا هلبسه، الطقم ده انا هلبسه هتحرك بيه، يعني هشتغل بيه. فلازم يكون ايه؟ يكون التصميم بتاعه بسيط جدا، سهل في الحركة، ويكون واسع، ما يكونش ضيق عشان اعرف اتحرك بيه. وتختار الاقمشة التي تتميز بالمتانة ومقاومة التجعد، وذات الالوان الثابتة التي لا تتأثر بضوء الشمس، وتتحمل الغسيل والتنظيف المتكرر، وكثيرا ما تستخدم اقمشة التريكو. طبعا ايه احنا بنقول ان ايه انا دلوقتي هخرج بفترة العمل، فلازم يكون ايه نوع القماشة اللي استخدمها ما تكونش قماشة بتكرمش، لان انا بمجرد ما قعدت خلاص هي اتكرمشت، فبقى شكلها ايه سيء، فانا مش همشي بمكوى معايا اكوي الهدوم. يبقى القماشة على الاقل ما يبقاش ايه ما تبقاش فيها تجاعيد، بحيث ان هي ايه ما تكرمش من القعدة، من الوقفة، ومن الحركة. عقبال ما اوصل الشغل تكون البلوزة او الفستان اللي انا لابساه كرمش. طبعا احنا عارفين ان اقمشة الفسكوز بيبقى في بتكرمش بسرعه، فاكتريت انا ما بعملهاش في الايه في الفساتين ولا البلوزات. يعني بختار الفسكوز اللي هو بيبقى فيه فتله صناعي، بحيث ان هو ايه ما يكرمش معايا بسرعه. طبعا ايه ما تتاثرش بضوء الشمس، يعني مش مجرد ان انا خرجت بيها في الشمس الاقيها غيرت لونها عشان ايه الشمس اثرت على اللون. يبقى لازم تكون الصبغه بتاعه المنتج او الخامه تكون الصبغه بتاعته جيده. طبعا بنقول التنظيف ان انا بقى هغسلها كتير، انا هلبسها الصبح، فبالتالي ان انا هرجع هتتغسل وهلبسها بعد كده، فلازم تكون ايه قابله للغسيل والكي، ما تتاثرش بالغسيل والجاي، ولا مش هغسلها ولا ايه اللون بتاعها غير بعد كده وما ينفعش البسها تاني. وده دايما بنلاقيه في الاقمشه اللي هي اللينوهات اللي هي على قطن، يبقى اللون بتاعها الصبغه بتاعتها بتبقى ضعيفه، فبتغير لونها باستمرار بعد الايه بعد الغسيل. شوف بعد كده فستان بعد الظهر. طبعا الفستان ده انا هخرج بيه في المناسبات، يعني راح ازور، راح زياره عائليه، راح ازور صحابي، ده خاص بمناسبات معينه. طبعا هو يرتدى في المناسبات الخاصة والزيارات المنزلية، وللذهاب للمسرح، للسينما، حفلات أعياد الميلاد، وللعشاء. طبعا بتكون من الأقمشة الفاخرة مثل زي الحرير، ده في الصيف، وفي الشتاء الأصواف الوبرية زي القطيفة. ويختار له تصميمات معقدة، يعني ايه بيبقى فيها شغل شوية زي شغل التطريز، ممكن يبقى فيها دانتيل وركامة، جزء بيبقى جزء من فوق ركامة او دانتيل، ومن تحت بيبقى ستان.
نوعا ما لتظهر جماله ويرتدي معه اكسسوارات كالعقود والايه والبروشطات اللي هي الطاقية، يعني القبعة تناسب التصميم ونوع القماش وايه المناسب. نيجي بقى فستان المساء والسهر، طبعا ده بيبقى في الحفلات الخاصة بقى، يرتدى الفستان في الحفلات المسائية مثل حفلات الخطوبة والزفاف، وتميز بتصميم غير العادي، وممكن أن يكون طويل أو قصير حسب الموضة، وتتميز بالأقمشة الإيه اللامعة البارقة أو شفافة كأقمشة الشيفون، أو أقمشة أخرى متنوعة كالدانتيل والجبير والتطريز طبعا بالخرز والترتر، أو شرايط ساتان أو دانتيلات أو الريش وغيرها من أنواع وأشكال الكلف والإكسسوارات البارقة وذات القيمة المرتفعة. يبقى احنا كده عرفنا ايه ازاي افرق بين الثلاث مناسبات اللي انا ممكن اعملها في اليوم، ايه هي التصميم لكل ظروف العمل، ظروف الزيارات، ظروف الحفلات. يبقى انا ما ينفعش ان انا لا اعكس البس ده مكان ده ولا ده مكان ده، ده مهم جدا انا اعرفه كايه كمصمم ازياء، او كان انا هشتغل في مجال الملابس، مجال الخياطة، ان انا اعرف انا هشتغل في ايه او ايه هي المجالات اللي ايه اللي اقدر اعملها، ايه اللي ممكن انصح بيه اللي قدامي. يعني انا دلوقتي ما يجي لي حد يقول لي ده انا رايح مناسبة كذا، يعني رايح خطوبة عايزة اعمل فستان، فبالتالي ان انا المفروض ان انا اللي ارشدها واقول لها مثلا هاتي قماش كذا وهاتي كلف كذا وهاتي كذا، يبقى انا اللي بقول لها هاتي الخامات اللي تنفع لفستان سواري. لو هعمل فستان فرح لازم برضو ايه اكون عندي خلفية بده، لو هعمل ملابس للعمل للمرأة لازم اكون محدد ملابس العمل ايه، سواء بدلة سواء تاير سواء فستان سواء جيبة بلوزة او بنطلون وبلوزة، يبقى لازم اكون محدد ايه هي الملابس اللي تتلبس للمرأة ايه العاملة. لو هي مناسبة راحة عيد ميلاد، راحة هتروح زيارات بعد الظهر وهتخلي اللبس ده للزيارات اللي هي خاصة، فبرضو ببقى ايه بيبقى فيها مواصفات خاصة للبس، فلازم انا عارف عندي خلفية بالحاجات دي عشان اقدر افيد اللي هيجي يفصل عندي، ما يبقاش ايه ما يبقاش إيه مش فاهم، واللي هيجي يخيط عندي هيخيط مرة مش هيخيط تاني. فبالتالي ان انا لازم عشان اقدر ابقى ماهر وفني في تخصصي لازم ابقى فاهم انا بعمل ايه الفترة بتاعت الفترة دي لغاية ما احدد انا الهدف بتاعي انا هشتغل ايه، او انا هعمل مشروع خاص، هشتغل في مصنع، هشتغل في شركة، يبقى انا برضو لازم اكون محدد الهدف بتاعي مظبوط. نكمل مع بعض. طبعا فستان الخطوبة والزفاف من نوعية هذا الفستان، ولكن ايه تميز في التصميم زي الاكسسوارات احنا قلناها. طب بعض المصطلحات الخاصة بالتصميم، طبعا انا عندي قطع ملبسية أساسية، هي دي القطع اللي بشتغل عليها ما بغيرهاش، اللي هي البلوزة البنطلون القميص التيشيرت، دي الجونيلا، دي القطع الأساسية اللي أنا بشتغل عليها بغير بقى عليها، يعني بغير على إيه على المصطلحات دي، إن أنا البلوزة يا بتبقى طويلة يا تبقى قصيرة، القميص الرجالي وفي بيبقى ساعة الشميز، التيشيرت، البنطلون، الجونيلا. طبعا احنا عارفين البلوزة والجونيلا بتبقى خاصة للفتيات، الشميز بيبقى خاص بالفتيان، البنطلون بتلبسه الفتيات والفتيان، التيشيرت بتلبسه الفتيات والفتيان، يبقى في حاجات مشتركة بين الفتيات والفتيان، وفي حاجات بتبقى خاصة بالبنات وخاصة بالولاد. تعالوا نشوف المصطلحات مع بعض. أول حاجة البلوزة، بقول هي تعد من أكثر القطع الملبسية استعمالا، طبعا البلوزة محدش بيقدر يستغنى عنها بالنسبة للمرأة والطلبة وطلبات الجامعة والنساء والعاملات، لأنها سهلة ايه الاستعمال. أنا يعني البلوزة عندي بتبقى ايه هي دي الأساس في أي لبس، يا إما بتلبسيها لوحدها يا إما بتتلبس تحت جاكيت أو جاكيت او بدله،
وتستطيع المرأة أو الفتاة أن تبدو في مظهر جديد ومختلف عن طريق إيه؟ عملية التغيير والتبديل باستعمال البلوزات المختلفة الألوان والموديلات مع الجونيلات، مما يساعد على حسن المظهر والملبس وأن إيه؟ تبدو في أناقة بأقل التكاليف. فأنا يعتبر البلوزة دي موجودة في دولابنا كلنا، ما بتتغيرش، وبتنوع في لبسها، وبقدر أغير في شكل اللبس اللي أنا بلبسه بعد كده. الجونيلا طبعا بقول هي الجزء السفلي، ومن الذي يبدأ من الوسط وينتهي ايه حتى الركبتين او اعلى او اسفل من ذلك حسب اطوال الايه الموضة السائدة. وطبعا هي برضو موجودة اساسي للمرأة والمرأة العاملة، ايه ومظهر جديد مختلف مما يساعد على ايه حسن المظهر الملبسي والاناقة باقل ايه التكاليف. طيب البنطلون، طبعا البنطلون بقول ان هو بنطلون ده يعتبر هو الاساس، اهم الملابس طبعا الرجال والنساء. يغطي الجزء السفلي لجسم الرجل من اسفل الوسط حتى نهايه القدم، ويرتدي في جميع فصول الشتاء وفي الصيف برضو، واتساع حسب الموضه، يعني في منه الواسع وفي منه الضيق. واحنا قلنا دلوقتي البنطلون في منه الكتان والصوف والايه والقطن المخلوط، وطلع دلوقتي الموضه بتاعت البنطلون للبنات اللي هو فيه كسرات، في بليسيه، في كالونات، طلعت الموضة دي تاني للبناطيل الموجودة دلوقتي. البنطلون الجينز طبعا ده موضته ما بتنتهيش، لان هو مش كل الشباب بتحب تلبسه، وبتلبس طبعا مع القميص مع البلوزة مع السويت شيرت. بيبقى فيه زراير معدنية تضاف عليه لمسة ايه جمالية. القميص الفرنجي بقى بقول هو ايه من القطع الرئيسية الهامة للرجال، ويلبس لتغطية الجزء العلوي ابتداء من العنق الاسفل خط الوسط، قد يصل الى اسفل ايه الارداف. ده طبعا بيلبسه الرجال، وهو مكمل ايه للبنطلون، ويرتدي تحت ايه تحت الجاكيت او البدلة. وطبعا في مردات، بيبقى في مرد، وطبعا طول الايه العادي بتاعه المرد بيبقى لغاية الطول الأمام لغاية الآخر يعني. التيشيرت بقى طبعا هو أكتر الشباب اللي يحبوا يلبسوا التيشيرتات، لأن هي بتبقى مريحة وخفيفة، وكل الفترات كل الشباب بيلبسوها، فدي إيه اللي بيلبسها بيحب يلبسها إيه الشباب. وطبعا بتلبس على البنطلون جينز، طبعا فتيات الجامعة عندنا بتحب تلبس البناطيل دي جدا، وسهل في الغسيل. كده احنا اخدنا جزء كبير جدا جدا من في الحلقة هنا، ان المفروض ان انت تخرج من الحلقة دي محدد ايه نوع المشروع اللي انت هتشتغل فيه. احنا فتحنا لك مجالات كتير قوي، يعني فتحنا لكم كلكم مجالات كتير قوي. المجال ده انتوا تقدروا تختاروا دلوقتي من النهاردة، انت عايز توصل لايه. اذا كنت عايز تعمل مشروع خاص بيك، اذا كنت عايز تشتغل في مصنع، اذا كنت عايز تشتغل في الشركة، انت مفروض النهاردة تكون حددت الهدف بتاعك اللي احنا هنشتغل عليه. طبعا ان شاء الله الحلقة الجاية هنتكلم عن التسويق وازاي والترويج للملابس الجاهزة، ودي هتبقى حلقة مهمة قوي بالنسبة لكم اللي عايز بقى ايه اختار المشروع بتاعه، عايز يبدأ يفكر يسوق ازاي ويعمل تسويق وترويج للمنتج بتاعه ازاي. اتمنى ان انتوا تكونوا وصلتوا للهدف اللي انتوا عايزينه، وتكونوا تقدروا تحققوا الهدف بتاعكم، وتكون حددتوا انتوا عايزين تتفوقوا في ايه، وايه هي نوع المهارة اللي انت عايز تتفوق فيها. واتمنى لكم التوفيق والنجاح، ونتقابل على خير الحلقة القادمة ان شاء الله. وتكونوا مع يا ريت يعني اسمع اسئلتكم ورغباتكم، اللي عايز يستفسر مني عن اي حاجة من خلال ايه القناة بتاعتنا على اليوتيوب. شكرا، سلام عليكم.